المنتخب الأردني على السوري على العموم في دقائق الشوط الأول من المباراة. كرة منقولة الرياح، إذا ساعد المنتخب السوري والسوري جول 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 زينو في الثالثة، محمد زينو في الثالثة. الأولى ما مشت مع زينو، الثانية ما مشت مع زينو، الثالثة لبست مع زينو، ومحمد زينو يا زينو يسجل الهدف الأول في المباراة، يولع لنا المباراة. زينو، محمد زينو يولع المباراة، انطلاقة بمساعدة الرياح ومساعدة الهوى ومع الهوى ومع تقدم لاعب المنتخب السوري. لاحظ لاحظ لاحظ، اصطدت وتهيأت بشكل ممتاز بالشكل اللي يحب محمد زينو، وزينو يصل إلى مرمى عامر شفيع، وبالتالي سوريا الآن تتقدم بالهدف الأول. خلاص سوريا سجلت الهدف الأول في المباراة. محمد زينو المتابع بكرة أو سن حرب ملكي المتابع أو محمد زينو، ولكن في اللقطة السابقة لاحظ لاحظ معاي لاحظ معاي، الشكر لله دائما وأبدا من اللاعبين العرب والاحتفال بهذه الطريقة.